حتى الميكروب بتاع الضرر نفسه ممكن نلاقيه بصعوبة جدا في عينة البراز ما بيبقاش موجود بسهولة لكن نتنبأ بوجوده من خلال الأعراض المبهمة دي نعم هل هو مميت زي السل اللي في الرئة؟ طبعا مميت طبعا ما ليه؟ يعني بيدمر الأجهزة ولا بيعمل إيه؟ يعمل التصاقات في الأمعاء فممكن يكون سبب لانسداد معوي مم. يعمل التصاق في منطقه اللفائفي يمنع الامتصاص خالص ويشبه مرض الكرونز وتنتهي النهايه لان انا اعمل استئصال لمنطقه في الامعاء مم. ممكن يعمل التهاب بريتوني حاد يموت فيه المريض مع تسمم حاد في الجسم ممكن يتسبب في حدوث استسقاء وهذا الاستسقاء اذا لم يتم علاجه وشفائه تمام ممكن يتسبب في فشل كلوي للمريض سلم يا رب طيب طرق العلاج بقى ايه يا دكتور علاج الدرن معروف تمام لا مش معروف ادويه آه. محدده بتستخدم لعلاجه ماشي علاج دوائي اه مش اشعاعي مش كيماوي لا مش لا لا علاج بس علاجه بيطول من ست شهور الى تسع شهور يفضل يتعالج يتعالج لمدة تسعة شهور. واحيانا ياخدوا تسع شهور ولا يتم علاجه بمضاد حي واحد بمضاد الدرن واحد يعني مضادات الدرن انواع كتيره م. تمام ما بنديش واحد او اثنين لا بندي واحد واثنين وثلاثه واحيانا اربعه مع بعض لان هو ميكروب عنيد فده بيهد طبعا البني ادم اللي بياخد الواحد بياخد من ستة شهور بياخد انتي انت لو عنده دور برد قوي بيتهد فيها فما بالك بقى لو بياخد ثلاثة اربع انواع بياخد من ثلاث انواع الى اربع انواع هل بيتعالج بالكورتيزون ولا ملوش علاقه؟ لا بيخده. لا خالص ده بقى الكورتيزون عدو لان الكورتيزون يوطي المناعه يعني انا دي الخطر بقى برافو عليكي في السؤال لو واحد شخصته يكون عنده ضرر واديته كورتيزون بوطيله مناعته زياده أوف. فيخليه يهجم على الجسم اكتر الضرر بيشبه قوي مرض بيتعالج بالكورتيزون بس في الرئه مش عندنا في الجهاز الهضمي مرض اسمه ساركويدوزيس آه. مرض مناعي يقال انه نتيجه ميكروب درن بس مش الميكروب التقليدي يعمل تضخم في الغدد الليمفاويه ويعمل بقرة في الرئه ويشبه مرض الساركودوز مم. والساركودوز يعالج بالكورتيزون عكس الضرن يق... نديله أدوية مضادة للضرن هي الثلاث أدوية أو الأربع أدوية آه. فالكورتيزون ما يتاخدش هنا خالص طيب نخش على الوقاية الوقاية حضرتك قلت واحد ما ناكلش حاجات مش نظيفة ملوثة وخاصة اللبن لازم يكون مبستر ايه تاني؟ الألبان والجبن غير المبسترة يعني مش اللبن بس مم. يعني الجبن المصنوعة من لبن غير مبستر نبعد عنها نمرة اتنين نتوقع الحذر دايما في التعامل مع الفضلات خاصة فضلات الحيوانات أو فضلات الطيور هو الطيور ممكن تبقى حاملة لميكروب درن اه في ميكروب درني اسمه الافيان tuberculosis ده بيجي من الطيور فالناس اللي بيربوا طيور في بيوتهم ياخدوا برضو حذرهم انه ما يكونش حاملة لهذا الميكروب طب احنا هنعرف منين لو انا مربية طيور في البيت باستمرار يبقى عنده دكتور اسمه الطبيب البطري لو ظهرت عدوى بين الطيور اللي عنده لازم يتخلص منها مم. على طول زي الفلاحين اللي عندهم مواشي بيربوها وبيحلبوا اللبن مم. لازم لما يحلب اللبن يبقى الضرع نفسه اللي بيحلب منه نظيف ومعقم ويده تبقى معقمه بقدر الامكان ويحطه في اناء نظيف ويبعته يتبستر لكن نجري بيه وسط الناس ده غلط نمره اربعه نتجنب المضادات الحيويه بقدر الامكان لإنها بتضعف المناعة العامة بتاعة الجسم. مم. خاصة بقى مين اللي ياخدوا بالهم؟ مم. المرضى اللي منعتهم ضعيفة. مريض مم. السكر. مم. المريض اللي بياخد دواء مثبط للمناعة لإنه زارع كبد أو كلى. أو المريض اللي عنده روماتويد أو زئبة وبياخد دواء مثبط للمناعة. مم. المرضى الذين تعافوا من الكورونا. ودي أضيفت دلوقتي. مم. وأضيف أيضاً الناس اللي طعمت بالكورونا. يا ضد هو. الكورونا يعني كلنا من دخلوا... بديخل... لان احنا كلنا يا اتصبنا يا دخلوا ضمن القايمه دي برضو نوع من الناس من الكاتيجوريز المعرضه للاصابه ضرر الجهاز الهضمي